السلام عليكم، انا سلمى محمد جروب دي. ان شاء الله هبقى معاكم اشرح ماث، وهبتدي بالفانكشن اللي هي شابتر في الكتاب. اول حاجه هي الفانكشن ريليشن، بس ليها كونديشن واحد. يعني لو انا عندي 1 الفانكشن شرط اساسي، هي نوع من انواع الريليشن، بس شرط اساسي ان يخرج منها سهم واحد يروح لده او كده. بس شرط اساسي ان هي يخرج منها سهم واحد. يعني في الاكس ده بيبقى اكس وواي، من اكس يبقى عندي وان اند اونلي ريسبونس ان واي. الايكويشن ممكن تكون فانكشن، بس ليها شرط ان يعني مش كل ايكويشن فانكشن. يعني لازم برضو يبقى نفس الكلام، ان الاكس عندها ان الاكس ان الفيرست ستيب تبقى كورسبوند تو 1 اند اونلي 1 element in 1. يعني ما اقدرش ان انا يبقى عندي من اكس تو يخرج منها تو اس. يعني ما يبقاش عندي، ما ينفعش ان انا يكون عندي خارج من اكس يبقى ما يبقاش عندي تو elements كورسبوند تو واي في يعني دي واي وده اكس. ما ينفعش ان انا يكون عندي من اكس خارج لها 2 elements. يعني ما ينفعش ان انا اجيب equation ويبقى عندي من اكس بس ليها 2 elements corresponding واي. لكن ينفع العكس، يعني ينفع ان انا يبقى عندي اكس وواي، ينفع ان انا 2 elements في اكس corresponds to 1 element in واي. لكن ما ينفعش ان انا يبقى عندي من 1 element هنا خارج له حاجتين في الواي. طيب هي فكرة الإيكويشن زي ما قلت إن الإيكويشن يعني ممكن تكون فانكشن، بس مش كل الإيكويشن فانكشن، ليها شروط. أبسط حاجة أنا ممكن أستخدمها هنا بان انا اعوض واجرب، يعني اعوض تعويض مباشر واجرب. يعني انا مثلا استخدم هنا رقمين الزيرو والون، لو عوضت بالزيرو هتبقى تطلع لي 3، لو عوضت بالون هتطلع لي على طول 5. ماشي. هنا لو انا عوضت، اولا انا عشان اجيب واي، يعني انا عايز اجيب واي، فهتبقى بوزيتيف اور نيجاتيف سكوير روت 2 اكس بلس 3. لو انا جيت عوضت واي، لو انا عوضت بالزيرو هتطلع لي بوزيتيف اور نيجاتيف 3. يعني انا لو جيت رسمتها هيبقى عندي كده دي اكس ودي واي، هيبقى عندي 0 وهيبقى عندي روت 3 ونيجاتيف روت 3. فدي مش فانكشن، لان انا عندي من الاكس عندي 2، يعني عندي 2 في الواي، عندي كورسبوند 2 في الواي، وهو الفانكشن شرطها ان انا يبقى عندي من الاكس 1 اونلي كورسبوند للواي. في حاجة اسمها الرينج، وفي حاجة اسمها الدومين، وفي حاجة اسمها الرينج. الدومين ده الاكس، يعني لما يبقى عندي الفيرست ست دي الدومين. الرينج هو السكند ست وغالبا بيكون الواي. الرينج ده يعني بيبقى دايما الريزلت، يعني انت لما يبقى عندي اي ايكويشن، يعني انا عندي واي ايكوال 2 اكس بلس 3، انا هنا اقدر اعوض باي رقم في الاكس، ان هو طالما هو مش مديني شرط، وطالما دي لينير ايكويشن عاديه ومفيش اي فراكشن تحت، فمفيش حاجه تمنعني ان انا اعوض باي رقم في الاكس، فالاكس عندي هتبقى ار. طيب الرينج الدومين عندي هيبقى ار، لان انا اقدر اعوض باي رقم. طيب الواي، ما انا برضه طالما ما عنديش هنا اي شرط
الواي هتخرج لي اي رقم، اي رقم في الار، يعني لو عوضت بقى باي يعني نيجاتيف 100 لاي رقم بعيد هيطلع لي برضو يعني اي رقم في الار، فهتبقى الدومين والرينج ار. طيب في انواع بقى للريليشن، في اربع انواع للريليشن. اول نوع هي الانفرس ريليشن، اول نوع هي الانفرس ريليشن. الار بتبقى ايه؟ يعني بغير مكان ال A وال B، بغير مكان ال X وال Y هنا. يعني أنا لو عندي ال R ب 1 و 2 و 4 مثلا، عشان أجيب ال inverse relation، عشان أجيب R power negative 1 بروح عاملة 2 1 و 4 و 3. ده أول نوع، ولما باجي أكتب بقى الـ R هنا عادة بكتب بتفضل بس probability x y، لأن هو ده اسمه اكس مهما اتغير، وده اسمه واي، هنا برضه ده اسمه اكس وده اسمه واي مهما اتغير. تاني نوع اسمه الريفلكسيف ريليشن، الريفلكسيف ريليشن ان انا بيبقى عندي اكس وواي زي بعض، يعني الار عندي 1 1 2 2 اي رقم، يعني A و A الاثنين لازم يبقوا زي بعض، اكن اكن ده بيبقى ميرور ما بينهم، ده زي ده. تالت نوع هو السيمتريك، السيمتريك ان انا بيبقى عندي r equal r power negative 1، يعني انا لو عندي set r ب 1 و 2 و 2 1، لما اجي اجيب ال r power negative 1 يعني لما اجي اجيب ال inverse بتاعتها بروح عامله كده 2، بغير ده مكان ده 2 1 و 1 و 2، في الاخر بقى عندي ده زي ده وده زي ده. فهي دي السيمتري، ان انا لما بغير الاكس وبجيب الار باور نيجاتيف 1 يعني بغير مكان ده وده بيطلع لي الست دي هي نفسها الست دي. اخر نوع هو الترانسفورم، معنى كده ان انا مثلا يعني
انت لما اجي اجيب شو اشوف 1 و2 الاي والبي، ولازم اجيب الست الثانيه لما يعني يبقى رقم نفس الرقم ده، يعني 2 هنا بي هنا، يبقى تبقى الاي بتاعت رقم تاني بتاعت انترفل تاني. فرحت 2 و3، لو لقيت ان 1 و3 بقى متكررين في الار دي معناها ان في كروس كورليشن.